شو بني؟ اخ يا يامو. اخ يا يامو. ليش ضهري عم يوجعني هيك؟ دخيلك ابو محمد سعيد ما عاد اقدر، مدري شو بني. جتني ايه بدي نام. وجوع كتير، مدري شو بني، ظهري عم يجعني. شو يعني حاسة حالك رح تنادي؟ شو بعرفني، شو شايفني حبلانة وولدانة ميت برا. يا حول الله، بوز ايدك ومنادي للداهية الله يوفقك، رح اموت. ولك تضرب هالليلة وساعتها، ولك يا جماعة انا زلمة تعيب وبدي نام. شو صار فيه؟ كل بستان ناطر من زمان. طيب ظبط القعدة، لكن شو ناطر؟ ايه على عيني، على عيني. تسلم عينك. خاطبك. شو ام عزات، خلصتوا؟ الحمد لله على سلامتها. شلون محمد سعيد؟ هلا شو بدك من محمد سعيد؟ اي والله اجتك بنت بتاخد العقل. بنت بنت ليه؟ انا ما قلت لك ما بدي بنات؟ شلون بتجيبي لي بنات؟ الله يحرم عليك، ما دخلني انا ولا تعني بالنكايا. بقول لك تجيبي لي محمد سعيد، بتقومي بتجيبي لي بنت؟ ولك يخرب بيتك وبيت النسوان كلها. العمى بعيوني، العمى. انا لك اكون ابنة من مستورة. صلي على النبي يا عبد الحلال، صلي على النبي تعشفوا مع اهلها. ولي وحيلة كمان. وحي يا حويلتك يا عبد الله،
بعد العمر يجيك بنت. أعوذ بالله. أنا يجيني مستورة. ذكرتك سيدي والله ذكرتك، وقلت لك نروح لعند العلاف اجيب حمص وفول. والله لوين رايح سيدي؟ رايح دب شوية حب. بس ما في حدا فاتح هلا، قعدت على الشماي. الله يوفقك. روحي جاهزي لي الأكيلة. اي والله تأخر، خايفة يكون صار له شيء. لا إن شاء الله، الله لا يضرك فيه. إن شاء الله يا رب. مهزات؟ نعم. بدي أسألك سؤال. شو؟ هلا في شي طريقة للمرأة تعرف اللي ببطنها بنت ولا صبي؟ يا تقبريني، شو هالحكي؟ هاي شغلة علمها عند الله. بعدين انت ليش بدك تعرفي؟ اي والله خايفة تجيني بنت. لا لا ان شاء الله هالمرة الله بيكرمك بصبي. تعرفي يا ابو محمد سعيد قديش صعب. والله معك حق، من جهة عقله صعب، عقله صعب. لك بدي لك انه عندي. تفضلوا يا شباب. هون بدك شيء معلم؟ الله معكم، مع السلامه، يعطيكم العافيه. تعالي شوفوا لي مريم شو بدي. مبروك ام محمد سعيد. أهلين معزات، خير؟ أنا حبلك. عم تحكي جد؟ يوه لك. إيه ها؟ يلا بيضي لي إياها بقى وجيبي لي محمد سعيد. الله يسلم إيديك ما أطيبها لك. الله يسلمك يا رب. تعرفي إذا بدك المظبوط، المرة ما لها غير بيتها وجوزها وولادها. اي والله معك حق، البيت من غير رجال فاضي. تقبري قلبي على هالنوم. بس بتعرفي لو كان ابو محمد سعيد من غير شر مانو مسافر، ما بقدر حطها هيك بحضني واقعد اكل. ما فيني افرح فيها هالفرحه. اماني برقبتي، طلعي على هالوش ما احلى، طلعي مو بتنحب. الله يسلمها ويحميها ويبعث لها ايام احلى من ايامنا يا رب. الله يبيض بختك يا بنتي. امين. هلا بيسألك، كل الرجال هيك ما بيحبوا البنات ولا انا بس هيك حظي؟ لا ايوه، شو كل الرجال هيك؟ اي والله لو كل الرجال هيك كانت خربت الدنيا. بس يعني لا تزعلي مني، جوزك شوي علاقه ترى للي. اي الله يرحمه ترابه ابوك، كان شايلك على كفوف الراحه. فكرك بيجي يوم الله بيهديه لابو محمد سعيد؟ منقول ان شاء الله. بس انت خلي املك بالله كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمتك بالسلامة، بتسوى الدنيا وما فيها. شو هالحكي هذا؟ أنا سلامة هي. لك هو عم يستنى محمد سعيد، ومحمد سعيد راح. لك يا بنتي صلي على النبي، صلي على النبي وعوض بسلامتك. شو بتعمل يعني؟ يعني هو بده يعاند إرادة رب العالمين؟ هيك ربك رايد. يا ريتني ماتت وخلصت. نعم. لو سهلة ابن عمي، الحمد لله على السلامة. هي جبنا لك الرزق. ها بدنا نفتح الدكانة بكرة.
الله يخلي لنا اياك يا رب. شو فضيتي؟ الحمد لله على سلامتها يا رجال، طول بالك سقطت. الله يوفقك، روحتي محمد سعيد. الله يوفقك. والله على حكيك يا ابو محمد سعيد، اذا زبط شغلك بالتجاره يعني لشو هالسلق والقميم والتعتير؟ اه مشان عيون الناس. ايش دخل الناس؟ بركة الغلبه. بصير تحطيه بزمتك، شو هالحكي هذا؟ هو ما في غيره. يعني شفتيه بعينك؟ تقبريني في كثير اولاد صغار بيموتوا هيك، يعني الله مو رايد لهم العيشه، شو بنعمل يعني؟ ونام ولا على بالي، كانه اللي ماتت فعلا. لا ولا قوة الا بالله، لك يا بنتي الزلمة تعيب، تعيب. ما فيات قلت له انها ماتت، خبطني كف. الله يسامحه إلهي يا رب، الله يكسر إيديه إلهي يا رب. طولي بالك طولي بالك بنتي، لك هذا جوزك سطره غطى عليك، يعني شو بتعملي بقى إذا أخذوا الحكومة وشكوا فيه؟ شو بتساوي؟ والله بتقتلي حالك، بتصفي لا من هون ولا من هون. لا تشكي فيه، الله يرضى عليك، روح حطيه بزمتك. معزات شو في شي بيمنع الحبل؟ ما عاد بدي ولاد، أنا بنتي ماتت
ما تتلام هالزيت.